السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات مدارس الأندلس الخاصة، أهلا ومرحبا بكم. معكم أسماء محمد تحت إشراف الأستاذ فوزي الطنوبي مدير المدرسة. إن شاء الله هنشرح اليوم درس بعنوان أنواع الخبر للصف الأول الإعدادي. قبل ما نتكلم على أنواع الخبر، لابد إن احنا نعرف إن الجملة الإسمية بتتكون من ركنين أساسيين. إيه هما الركنين الأساسيين؟ الركنين الأساسيين اللي بتتكون منهم الجملة الإسمية هما المبتدأ والخبر. الركنين الأساسيين اللي بتتكون منهم الجملة الإسمية هما المبتدأ والإيه؟ هما المبتدأ والخبر. طب الركن الثاني اللي هنتحدث عنه النهارده إن شاء الله، إيه هو الخبر؟ الخبر اسم، خلي بالنا، الخبر بيبقى اسم. ماله الاسم؟ بيكون مرفوع، هو دائما بيبقى اسم. ما احنا من خلال انواع الخبر النهارده ان شاء الله هنعرف ان بيكون اسم لما بيكون مفرد، وهنعرف باقي الانواع. هو اسم ماله؟ بيكون مرفوع، يعني بقول عليه ان هو خبر مرفوع وعلامه رفع الضمه او في محل رفع، على حسب ما هنتكلم على نوع الخبر النهارده ان شاء الله. اسم مرفوع اسند الى المبتدا، يعني هو اسند الى المبتدا. طب ليه سندوه الى المبتدا؟ ليه جاي بعده؟ ليتمم به فائدة الكلام. يعني بجيب دلوقتي الخبر بعد المبتدا من اجل ان يتم فائدة الكلام. لما اقول على سبيل المثال الطالب مجتهد، لو انا قلت الطالب وسكت، يبقى انا استفدت حاجة؟ لا، ما استفدتش حاجة. انما لما اقول الطالب مجتهد، يبقى انا خبرت ان طالب ده مجتهد وتمت المعنى وتم مفهوم الكلام عندي. انواع الخبر، الخبر ليه كام نوع؟ الخبر ثلاثة انواع، اما ان يكون الخبر مفرد، واما ان يكون الخبر جملة، وطبعا لو هو جملة هيكون جملة اسمية او جملة ايه فعلية. والنوع الثالث من انواع الخبر هو شبه الجملة، واما ان يكون جار ومجرور، واما ان يكون ظرف. نبدأ باول نوع من انواع الخبر. النوع الثاني من انواع الخبر هو الخبر الجمله، وبينقسم الى قسمين، اما خبر جمله اسميه واما خبر جمله فعليه. اولا الخبر الجمله الاسميه، والخبر الجمله الاسميه لا شرط،
لابد ان الجملة الاسمية تكون مشتملة على ضمير. الجملة الاسمية اللي انا هعربها خبر، خبر المبتدأ، لابد ان هي تكون مشتملة على ضمير يعود على المبتدأ الاول. يعني ايه؟ جملتها تبقى مكونة من مبتدأ اول، مبتدأ ثاني، خبر المبتدأ الثاني، وبعد كده الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ الثاني وخبر المبتدأ الثاني في محل رفع خبر المبتدأ الاول. طب ازاي؟ تعالوا نطبق كده الكلام اللي احنا بنقوله. لما نقول الطالب اسلوبه مهذب، اسلوبه مهذب، ادي الجمله اللي فيها ضمير اللي بيعود على المبتدا الاول. تعالوا نعرف كده، الطالب مبتدا مرفوع علامه، مبتدا اول مرفوع علامه رفعه الضمه، اسلوب خبر عندي اسلوب هنا، مبتدا ثاني مرفوع علامه رفعه الضمه. طب وضمير اللي متصل بيها؟ الضمير المتصل بيها في محل جر مضاف اليه. مهذب خبر المبتدأ الثاني، كلمة مهذب خبر للمبتدأ الثاني، خبر للمبتدأ الثاني، مهذب خبر لكلمة اسلوب مرفوع علامة رفع الضم. أصبح عندي جملة اسمية. إيه الجملة الاسمية؟ جملة اسلوبه مهذب. الجملة دي مالها؟ الجملة الاسمية اسلوبه مهذب في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يعني اسلوبه مهذب خبر للمبتدأ الأول وهو الايه؟ الطالب. مثال تاني، لما نقول الحديقة أزهارها رائعة، فين الجملة اللي فين خبر المبتدأ؟ أنا عندي المبتدأ الحديقة والأزهار مبتدأ ثاني لأنها مشتملة على ضمير بيعود على المبتدأ الأول، ورائعة خبر للمبتدأ الثاني، فأصبح عندي جملة اسمية مكونة من أزهارها رائعة في محل رفع خبر مين؟ كلمة الحديقة. نفس النظام، مصر حضارتها عظيمة، مصر مبتدأ أول، حضارة حضارة مبتدأ ثاني، الهاء مضاف إليه، عظيمة خبر للمبتدأ الثاني، فأصبح عندي جملة اسمية مكونة من حضارتها عظيمة مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ مين؟ الأول. النوع الثاني من أنواع الخبر الجملة هو خبر الجملة الفعلية، لها نفس شرط الجملة الاسمية، لابد ان هي بتكون مشتملة على ضمير بيعود على مين؟ يعود على المبتدأ. لابد ان هي تكون مشتملة على ضمير بيعود على المبتدأ. بس نخلي بالنا بقى ان الجملة الفعلية ممكن الضمير يبقى مستتر، يعني غير ظاهر، ونقدر ان احنا نقدره من خلال سياق الكلام، وممكن الضمير يبقى متصل. ناخد مثال للضمير المستتر، لما نقول مثلا الطالب اسم في اول الجملة هعربه ايه؟ الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. ليه مرفوع بالضمة؟ لانه مفرد. يذاكر، انا سامع حد بيقول ان هي خبر، هو فعلا خبر بس مش هعربها خبر، لابد ان انا اعرف الكلمة، هل هي اسم ام فعل ام حرف؟ يذاكر ده فعل، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم. طب يذاكر مين اللي بيذاكر؟ اكيد الطالب. طب دلوقتي هو مش موجود، يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره هو بيعود على الطالب. دلوقتي فين خبر المبتدأ؟ اصبح عندي جملة فعلية يذاكر مكونة من الفعل المضارع والفاعل المستتر. الجملة دي في محل رفع خبر للمبتدأ، خبر المبتدأ، مفيش عندنا خبر اول او ثاني، عشان كده خبر مين؟ المبتدأ، وهو كلمة مين؟ الطالب. مثال تاني على ضمير المتصل الظاهر، الطلاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة لأنه ما تكسير، اللي يذاكرون، يذاكرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، فعلنا مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمس، لو الجماعة عندي هنا فاعل فأصبح عندي هنا جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل وهي جملة يذاكرون، فجملة يذاكرون في محل رفع خبر للمبتدأ مين؟ الطلاب، وهو خبر شبه جملة وينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظرف وإما أن يكون جر ومجرور. الخبر شبه الجملة الظرف بيكون في محل رفع، يعني أنا بقول وشبه الجملة في شبه الجملة كذا في محل رفع خبر المبتدأ. خلي بالنا إن الخبر شبه الجملة لا يحتاج إلى ضمير مثل الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وطبعا الخبر شبه الجملة ممكن يكون ظرف زمان مثل الرحلة صباح اليوم،
الرحلة اسم في أول جملة يعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صباح ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اليوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أصبح عندي شبه جملة ظرف، شبه الجملة الظرف في محل رفع خبر المبتدأ الرحلة. ونوع اللي قلنا طبعا الظرف إما أن يكون ظرف زمان أو ظرف مكان. ظرف المكان مثل الجندي فوق الدبابة. الجندي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة على آخره. فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الدبابة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أصبح عندي دلوقتي شبه جملة، وشبه الجملة فوق الدبابة في محل رفع خبر مين؟ خبر المبتدأ الجندي. يبقى عندي دلوقتي شبه الجملة إما أن يكون ظرف، والظرف طبعا هيكون إما أن هو ظرف زمان أو ظرف إيه؟ مكان. وإما أن يكون شبه الجملة جار ومجرور مثل الفلاح في الحقل. الفلاح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحقل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أصبح عندي دلوقتي شبه جملة جار ومجرور في الحقل. شبه الجملة ده يكون إيه؟ في محل رفع خبر مين؟ خبر المبتدأ وهو كلمة مين؟ الفلاح. ناخد نموذج إعرابي بالتفصيل. الطالب في الفصل. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الفصل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. وشبه الجملة في الفصل اللي هو من الجر والمجرور في محل رفع خبر مين؟ المبتدأ. كده أكون خلصت الخبر وأنواعه. نلقاكم إن شاء الله في الدرس التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم أسماء محمد تحت إشراف الأستاذ فوزي الطنوبي مدير المدرسة.